جامعة أم القرى سنويا الكثير من الجهود الحثيثة لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، مسخرة بذلك طاقتها البشرية والعلمية والبحثية لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن. والجدير بالذكر أنه في موسم حج عام 1445 للهجرة يعكف معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى على إجراء 29 دراسة بحثية متنوعة يقوم عليها 50 باحثا وأكثر من 400 جامع بيانات، وتتنوع مجالاتها بين البيئة والتقنية وغيرها، بالإضافة إلى دراسات الأمن والسلامة وقياس رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم بأكثر من 15 لغة مختلفة. كما بلغ عدد المستفيدين من منصة وفادة الإلكترونية للتدريب 46,000 مستفيد، وطور المعهد أكثر من 1500 خريطة إرشادية. وتساهم الجامعة بخبرائها من خلال الدراسات والمشاريع الاستشارية التي يقدمها معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالتعاقد مع الجهات المتخصصة، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية والاستشارية ما يفوق 160,000 مستفيد في أكثر من 10 عقود استشارية. ولعل أبرزها مبادرة رافد الحرمين، حيث وفرت المبادرة 100,000 فرصة تدريبية، ومشروع الرقابة الصحية على الإعاشة بواقع 22 زيارة ميدانية. كما يقدم المعهد ترجمة لخطب الجمعة وخطب العيدين إلى أكثر من 20 لغة، واستفاد منها ما يقارب 5 ملايين مستفيد حول العالم. وبلغ عدد المتطوعين من منسوبي الجامعة قرابة 2800 متطوع لهذا العام. مشاهدينا استعرض